السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. سؤال كتير بيتسأل، إمتى أبدأ أقص الأغنام؟ إمتى أبدأ أقص الغنم؟ طبعا الموسم الطبيعي بتاع قص الغنم في شهر 3 و4، ده الموسم الطبيعي في نهاية 3 ومعاك شهر 4، ده الموسم الطبيعي. هل ممكن أقصها في وقت غير كده؟ طبعا ممكن اقصها، ممكن تقصها في شهر واحد، ممكن اقصها في شهر واحد. احنا دلوقتي لسه في بداية اتنين، النهارده 8/2، النهارده 8/2، وهوريك برا المزرعة ازاي الدنيا عايمة مية دلوقتي، بس بعد ما نخلص الشتاء. انا اوريك الشتاء يعني الدنيا شتاء والدنيا ساقعة. بس الغنمة دي صفتها كبيرة. ازاي اعرف اقصها؟ ازاي اعرف ان ده ميعاد قصها؟ يعني ممكن نقصها عادي ما يحصلش مشكلة. ازاي اقصها من غير ما يحصل مشكلة؟ أول حاجة وهي النقطة الوحيدة الأساسية، العرق. شوف دي انا قصيت منها جزء، طبعا انها هتبدا تعمل تجرب اهي، وتعمل الجرب من طول الصوفه. شوف معايا، شوف اللي بيلمع ده فيني، مش عارف بس الظاهر في الكاميرا ولا لا، اللي بيلمع ده ده العرق بتاعها. الغنمه دي بتعلف ما شاء الله، هي والده اتنين، والده اتنين تبارك الله، وبنعلفها ما شاء الله. فشوف العرق مهما كان حتى في شهر واحد، الغنمه ما شاء الله بتاكل، بتعلف مظبوط، بتعرق. طالما عرقت من الغنمه بتعرق، العرق شوفها كله زيت، ده العرق بتاعها. طالما عرقت كده الغنمه خلاص، لا مش مبين من هنا اهو، هو بالاخص من هنا، بس انا مسحته لك كله اهو. اللي بيلمع ده كله ده العرق، شايف الشعر بتلمع ازاي هنا اهي، ده كل ده الزيوت اللي بتطلع مع العرق. ده راجع من ايه؟ من التغذيه. دي انا بغذيها تغذيه ما شاء الله مظبوطه، دي والده ما شاء الله وراها اتنين، فبتعلف علفه مظبوطه ما شاء الله عليه. فعشان كده عرقت، رغم ان احنا لسه في يعتبر في نهايه واحد، يعتبر لسه في بدايه اتنين. وريني بره كده المزرعه عشان تعرف الدنيا شتا ازاي. شوف بره المزرعه الارض كلها طيب، دي كلها شتا، لسه من اربع ايام كانت بتشتي او خمس ايام كل ده، ولسه الشتا، ولسه الشتا هيشتغل كمان. بس ده كله مفيش مشكله طالما الغنمه بتعرق، مفيش مشكله حتى نقصها في شهر واحد. دي النقطة بس اللي حبيت أوضحها في فيديو النهاردة. الغنمة عرقت صفتها كبيرة، والغنمة بتعرق يعني معنى كده إنك أنت بتعلف عرفة كويسة حتى لو في شهر واحد، يبقى تقص وأنت مطمن، ما تخافش عليها من أي مشكلة. الغنمة ما عرقتش، الخروف أو النعجة ما عرقش، ما تقصش حتى إلا تقص في الميعاد الطبيعي اللي هو في شهر 3 و4، هو ده بيبدأ الحر وبتبدأ الغنم تعرق بسبب الحر. لكن دي عرقت بسبب العلف، ان ما شاء الله بتاخد علفها بزياده، فدي ممكن تقصها في شهر واحد مفيش اي مشكله، وادينا بقصها عملي قدامك اهو ان شاء الله. ما تنساش طبعا لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.